سي هشام واقف، اهلا وسهلا بك. شكرا، بارك الله فيك سي عزيز، وشكرا للموقع لوساد تي في على هذه الاستضافه هذه. بارك الله فيك ومرحبا والف مرحبا. شكرا، بارك الله فيك سي واقف. ممكن تقربنا لحياتك شويه؟ شكون هو هشام؟ هشام الواقف هو شاب مغربي من مواليد مدينه الدار البيضاء. كنشتغل في مجال الدعم المدرسي، في مجال التعليم، التنميه الذاتيه، التوجيه، الكوتشين الدراسي، يعني كل ما كيتعلق بالنسبه للتكوين. وصاحب مراكز اللي كتشتغل في هذا النشاط هذا. سي هشام، بحكمك انك درتي التعليم واخترتي هذه المهنه اللي هي صعيبه شويه، ملي كنتي كتقرا مثلا المعدل اللي كنتي كتحصل عليه؟ بكل صراحه زعما هذا زعما جواب زعما بدون لغه الخاتم، كيف ما تنقول انا ملي كنقرا ما كاين زعما تلميذ مجتهد ولا لا، وما كاينش تلميذ كاسول. انا كنت تلميذ متوسط، كنت ذكي ولكن ما كنتش باغي نقرا بكل صراحه. كعارف الاطفال شويه المراهقه، شويه الضحك، شويه كنا ما كن يعني بهذا مشاغب نسبيا، ماشي مشاغب ولكن كنت كنحاول كعرف بحال باقي الشباب وباقي المراهقين، يعني كنضحكوا وكنشدوا في الاساتذه الله يسمح لينا منهم. يعني ما كانش عندي واحد الاراده، واحد زعما باش نقرا وباش نوصل، مي حتى وصلت للبكالوريا عاد ديك الساعه تغيرت النظره ديالي، وهذيك الساعه فين كيف ما تنقولوا زيارة السمطة، وتما فين وليت باغي نقرا. والحمد لله زعما وصلتي النيفو اللي وصلتي ليه في الدراسه ديالك؟ انا حاصل على شهاده جامعيه، انا تبعت البكالوريا ديالي، تابعت الدراسه في كليه الاداب والعلوم الانسانيه، وكذلك كنت بموازاه مع ذلك حاصل على دبلوم في مجال الصحافه، درت التكوين ديالي في الصحافه في مجال السمع البصري، وكذلك حضرت الندوات، عندي شواهد في مجال التنميه الذاتيه والكوتشين الدراسي. هشام، كنا يعني ملي في الصغر ديالنا او في الدراسه ديالنا كنحلموا اننا نكونوا مثلا، كل واحد فينا كان كيحلم يكون دكتور، محامي. هشام، في البدايه ديالك الدراسيه شنو كان الحلم ديالك؟ شنو كنتي كتحلم يعني تولي، او لا كان كيقول لك الاب بغيتك تولي هكا، بغيتك تولي؟ انا بكل صراحه مني كنت صغير كنت الامنيه ديالي انني تكون عندي مقاوله خاصه بيا. انا ما عمرني كنت كنتخيل راسي نكون خدام عند شي واحد بكل صراحه، لان حتى الكاركتر ديالي شويه روفيكس كيف ما تنقولوا، بهذه العباره ديال كاع الناس اللي كيفهموها. يعني ما كنتش انا من شحال هذه كنت كنقول ضروري خص تكون عندي واحد لافير ديالي. سي فغي ان المجال ديال او النشاط اللي غنشتغل فيه ما كانش محدد، ولكن كانت عندي فكرة ان تكون عندي مقاوله ديالي. وشاءت الاقدار انني بحكم انني وليت لمجال التعليم فكانت المقاوله ديالي في هذا المجال هذا، ولكن كنت دائما كنتمنى ان يكون عندي واحد المقاوله ناجحه الناس تعرفوها. وباقي ان شاء الله هذه من بين الاحلام او الاهداف المستقبليه. انت صاحب مجموعه ديال المدارس لدروس الدعم والتقويه اللي صراحه كانت من المدارس القويه اللي حاضره لهذا الوجود دابا. كيفاش بدا هذا الحلم؟ كيفاش بدات عندك فكره ديال تكوين مدرسه وتكوين يعني باش تعاون الطلبه؟ انا شخصيا كيف ما قلت لك كنت كنشتغل كاستاذ في مجموعه من المدارس، وبديت كندير الدعم المدرسي. الحمد لله الناس كتثق فينا، ولات عندنا يعني كتكون نتائج في النهايه ديال السنه، وتلاميذ كيصيفطوا صحابهم، ولا الناس كتكلم عليك، الناس كتشكرك هذا. فمني خدام كنشتغل في المؤسسات ما كنتش واخد راحتي بكل صراحه. يعني كتلقى يعني مؤسسه كتفرض عليك واحد استعمال زمن معين، كتحدد واحد المبلغ معين، يعني ما كتكون بهذا المفهوم ما كتكونش ليبغ في الخدمه ديالك. وقلت انا قلت اجي زعما هذا اللي عدو هذه المؤسسه او اللي يدير هذا المركز باش احسن مني. اذا انت اشتغلتي في مراكز قبل؟ بطبيعه الحال ضروري ما اشتغلت في مدارس قبل. العمل مقتبس يعني العمل ديال هذا العمل هذا لا 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 ماشي مقتبسه، مختلفه تماما. من هو المركز راه مركز
ديال عند كاع الناس، ولكن طريقه الاشتغال، السيستم اللي خدامين به، المنهجيه، راه مساله ديالي شخصيه. انا ذكر هاد المسائل اللي خدام، يعني كنشوفوا دابا حاليا ولات هاد المدارس ديال الدعم كثرات. المميزات ديال المركز ديالك السي هشام شنو هي؟ شوف فرافور هاد المدارس هادو، من بين المميزات من بين المميزات ديال المركز ديالنا هو ان اول حاجه انا شخصيا، انا صاحب المركز، انا شخصيا استاذ. يعني بعض المراكز ما غاديش غنطعن فيها ولا مع كامل احترامي ليها، كتلقى ان ماشي اساتذه. كيف يوقع على ان واحد تلقاه في الصباح خدام في شركه ما عرفتش تيدير، وكتلقاه بالليل كيدير الدعم المدرسي او لا. فهذه يعني اول مميز عندنا. ثاني حاجه، حنا الحمد لله ما درنا المركز ديالنا حتى اشتغلنا سنوات وسنوات، وحتى ولاو الناس كيتكلموا علينا ولا الاسم ديالنا سبقنا في السوق عاد باش درنا المركز. بالاضافه لان جميع الطاقم اللي عندي كيشتغل معايا هو كله طاقم يعني ذو كفاءه، كلهم اساتذه، كلهم بالنهار تيكونوا اساتذه وكيجيو يشتغلوا عندنا. حنا يعني ما عندنا شي واحد اللي ماشي استاذ بهذا المفهوم. ثاني حاجه كنتكلم عليا شخصيا، انا دائما عندي المصلحه ديال التلميذ هي فوق كل اعتبار، بغض النظر على الجوانب الماديه، بغض حيت ليماج والسمعه مايمكنش تسرى بالفلوس. ممكن يكون عندك فلوس وعندك سمعه سيئه، الوغ كو الا عندك سمعه سيئه ممكن. فبالتالي كنحاولوا نشتغلوا مع التلميذ ايام سبت الاحد في العطل، في بعض المرات حتى في الاعياد اللي كانوا هما باغين، يعني كتكون دائما حصص اضافيه. ربما كنحاولوا نخدموا معاهم او كنركزوا معاهم حتى على ما هو نفسي. بعد مرات كتلقى التلميذ جاي بيرتوربي، ما باغيش يقرا، مخلوع، واقع عليه مشاكل، فكتحاول تهيئو نفسيا، كتحاول بعد مرات كنحاولوا نعالجوا معاه قضايا اللي كتكون اجتماعيه، ربما عنده مشكل مع الوالدين ديالو. يعني كنخرجوا من هذيك القبعه ديال الاستاذ، فكتولي فك يعني كوتش ديالو، كتاخذ المكان ديال المحلل النفسي او المعالج الاجتماعي. فهاد الخصائص كامله كنحاولوا اننا نتوفروا عليها باش نصنعوا من هذاك التلميذ يعني واحد انسان ناجح، اللي في نهايه السنه الدراسيه يكون عنده واحد التحصيل يعني ايجابي. بالاضافه لكاين بعض الاشياء اللي خاصه بينا، ولكن ما يمكنش ليا زعما مع احترامي للموقع ديالكم اني نبوح بها، لان كتدخل في لاكويزين انترن ديالي، ف ممكن ما نقولهاش. هشام، احنا اصلا الاستاذ كيكون عنده تكوين اكاديمي، وبعض الخطرات كنلقاو مثلا الاستاذ عنده ربع 40 طفل وكيلقى مشاكل في لغه الايصال، يعني باش يوصل الكلام. واش عندك تكوين مثلا تكوين ديال الاكاديمي ديال الاستاذ؟ اول حاجه انايا من بعد ما ساليت الدراسه ديالي بطبيعه الحال دوزت مباراه، ودوزت عده تدريبات، واشتغلت لمده سنه وانا كناخذ القسم غير باش كندرب عاد باش دخلت المجال التعليم. فبالتالي يعني الى حسبنا المده ديال التكوين زائد المده ديال التدريب تقريبا واحد اربع سنوات عاد باش دخلت شديت القسم. ومع ذلك يعني في القسم، ومع ذلك كتستافد من لي غومارك ديال المدير التربوي ولا ديال المفتش ديال الماده، وعام على عام كتاخذ تجربه حتى الحمد لله وصلنا لما هو عليه الان. وغير اللي كنبغي ناكد ان كنقول لك واحد النقطه، سبق ان التكوين الاكاديمي والشواهد مهمين، ولكن راه اللي ضروري باش نكون واقعيين، راه ربما مهاره الالقاء راه كتكون موهبه من عند الله سبحانه وتعالى، راه بحال الفن، بحال ما يمكنش لي انا غنمشي نتعلم باش نولي نغني، راه الا ما عنديش الصوت واخا ما عرفتش فين غادي نقرا، اولا باش نولي نضحك، اولا باش نولي نمثل. هذا ربما كيكون موهبه، ممكن الموهبه تثقلها بتكوين بقراءه هذا، ولكن الا ما كانش الموهبه الاصل ما كاين والو. راه مهاره الالقاء، تدريس، كيفاش توصل الميساج، كيفاش تقنع، كيفاش تضبط القسم، ربما هادشي انا اعتقد خاصو يكون فطره موهبه من عندك. الا ما كانتش سي سيغ ما غاديش تكون ناجح فيها. لان انا شفت واحد الطريقه سي هشام، انكم مثلا كيدوروا التلاميذ واحد 400 تلميذ او 300 تلميذ، وكتطلع فوق الطبله وكتلقي الدرس. شي بيزار، يعني شي حاجه غريبه انك تطلع الفوق وتلقي الدرس والاستاذ يعني قدامه 40 تلميذ كيلقي الدرس، كتلقى النص فاهم والنص ما فاهمش. كيفاش غدير مثلا انت 400 تلميذ او طالب وانت فوق الطبله وكتلقي الدروس؟ يعني شي حاجه اللي شوف، راه كاين اللي عنده غير 30 تلميذ وما كيضبطهمش، والنص كيفهم والنص ما كيفهمش. فبالتالي
هذا ليس معيار على ان التلميذ ما غيفهمش. نو اول حاجه في المجال الدعم المدرسي راه كاين اختلاف كبير بارابور الحصه اللي كتكون نهاريه اكاديميه. يعني حنا كنتفاداو ما هو تقليدي وما هو كنحاولوا نخرجوا التلميذ من ديك لا روتين اللي كيعيشوا في المؤسسه ديالو بنهار. اول حاجه كنوقفوا فوق الطاوله بزاف د الاعتبارات. ملي كتكون نتايا عالي على التلميذ فكيكون ربما عندك واحد كتكون فواحد بوزيسيون دو فورس فواحد الوضعيه ديال انك تكون مسيطر على القسم. ثاني حاجه الصوت ديالك تيكون غالب على القاعه كامله. ثالث حاجه كتقدر تضبط القسم كامل وكتحاول تشوف زعما الا كاين شي حالات ديال الشغب او شي واحد ما باغيش يقرا او لا. هذه النقطه الاولى. نقطه اخرى باش كتفسر ان زعما هاد التلاميذ كاملين مجوقين بهذا المفهوم على هذاك الاستاذ او هذاك المركز او لا، راه عندها مفهوم واحد. راه دوك الناس راه ماشي مكلخين. راه التلميذ المغربي راه اذكى من ذكي. راه يمكن لك تدوز عليه، راه غتغمق عليه في سيمانه 15 يوم في الشهر الاول غادي يمشي يبدلك. كيف يعقل ان مثلا استاذ اكس عنده 20 30 واحد عنده 500 400؟ يعني راه على بغينا نبداو نضربوا الشمس بالغربال. سي سيغ ان دوك التلاميذ كيستافدوا. التلميذ اللي ما كيستافدش راه بطبيعه الحال غادي يخرج. وهذه نقطه كنبغي ناكد عليها، على ان في المركز عندي انا شخصيا من غير زعما هاد النقطه والله الا عندي جوج اللي خدامين معايا تيكون وسط القاعه. المهمه ديالهم هي ضبط هاد التلاميذ اللي ما باغينش يقراو او لا طبعا ما كتلقاش واحد باغي يجبد التليفون ولا هاد الحالات كنضبطوهم وتنوقفهم والله ما تيكملوا عندنا، والله ما تيكمل الا اللي باغي يقرا. انا حلفت بالله يعني ما كاينش زعما شي واحد اللي كيبقى تما جالس على ود الفلوس. المشاكل هذه اللي تتلقاوها مثلا مع شنو هي الانواع ديال المشاكل اللي كتلقاو مع الطلبه؟ بطبيعه الحال هما ماشي مشاكل، حنا غناخذوا بعين الاعتبار ان السن ديالهم 16 17 سنه باقيين مراهقين، فبالتالي السلوك ديالهم خصنا ناخذوا بعين الاعتبار. ممكن نلقاو بعض المرات كتلقى التلميذ مثلا ما باغي مثلا ما متبعش معاك، تلميذ مثلا لان كتخدم معاه كيمشي للدار ما تيراجعش، تلميذ ربما انك كيعتقد ان هذوك الحصتين او ثلاث الحصص اللي كتخدم معاه راهم كافيين. هذو بعض المشاكل، ولكن حنا كنحاولوا نلقاو لهم حل، كنحاولوا نشجعوهم، كنحاولوا نديروا مسابقات داخل القسم، كنحاولوا نديروا واحد المكافأة مثلا اللي خدم معايا هاد الدرس هذا عنده هاد الجائزه مثلا. اللي المهم كنحاولوا نلعبوا عليه مع العامل النفسي والعامل البيداغوجي، وكنحاولوا على اننا نجروهم عندنا ونحاولوا كيف ما قلت قبل قليل نراعيو السن ديالهم، لانهم باقيين تلامذ. حنا من المفروض على اننا حنا اللي نوجهوهم، وحنا اللي بطبيعه الحال كنقولوا رجل التربيه والتعليم، فبالتالي خاصك منك انك تربي تكون توجه. فبالتالي كن زعما كناخذوهم فوق راسنا كيف ما بغيت. لا بعض المرات كنشوف الاشرطه ديالك، انا متابع الصفحه ديالك ديال الفيس متابعها بجديه، بعض الخطرات كنشوف شي اشرطه فيديو يعني كيصفقوا عليك وانت يعني كتعامل معاهم بواحد واش هذا داخل في اطار التربيه وداخل في اطار يعني ديك لا كومينيكاسيون اللي بينك وبين الطلبه، ولا هذه مزحه او شنو كتسميوها؟ هذيك مكان ماشي مزحه ولا هذيك حب التلامذ. العفويه باش كنتشتغل معاهم كتخليهم انهم يتعاملوا معاك بهذيك الطريقه. وانا كنقول التلميذ ديالي يعني هو اكبر راس المال عندي، فبالتالي كنضحي من اجله، كنتسخسخ على قبله، كنموت معاه انا معاهم يعني حتى اخر نهار باش يدوزوا الامتحان الجهوي. فهاد العفويه ديالي والثقه ديالي الثقه اللي واضعينها فيا كتخليهم يتعاملوا معايا بهذيك الطريقه، وكنشكرهم بزاف رغم بعد ما تكون قاسي معاهم وكنخاصم عليهم، ولكن انهم تعرفوا حيت التلميذ كنقولها دائما التلميذ المغربي ذكي كيحاول كيعرف الاستاذ اللي باغي لهم المصلحه من الاستاذ اللي كيتفلى عليهم. فبالتالي هذيك بحال مكافاه تعبير عن المحبه ديالهم تجاهي، وكنشكرهم بزاف والله يخليهم ليا. وبلا بهم ما عمرني ما غنكون وما عمرني ما غنزيد لقدام. شنو هما المستويات اللي تدير لهم دروس الدعم؟ دابا في المركز عندي عندنا المستويات، عندنا
المستويات ديال الاعدادي وديال الثانوي، وعندنا بعض المرات كنشتغلوا حتى المستوى الجامعي، وعندنا تعليم اللغات، وعندنا بعض المرات كنديروا دورات تدريبيه، دورات اللي كتكون المده ديالها شهر شهرين حتى 3 شهور، كتكون مثلا تحضير المباريات او لا كيفيه كتابه دوك لي سي في، ويمكن تكون عندنا دورات اللي كتكون كننظموها مره يعني المركز. ولكن بالنسبه لي انا كنخدم كنشتغل مع التلاميذ الاولى بكالوريا، كنهيئهم وكنستعد معهم للامتحان الجاوي ديال نهايه السنه. هو المركز شامل يعني بزاف المستويات، هناك دروس ديال مثلا الانجليزيه الفرنسيه، هناك عندنا جميع المواد وعندنا جميع اللغات، كنشتغلوا مع جميع المستويات، وكاين بعض لي فورماسيون اللي كنديرهم تحت الطلب تيكونوا مره. انا كنظن انهم يسمعوا ويشاهدوا الحوار، الاجوبه اللي قلتي مقنعه، ويفهموا كيفاش كيلقي او كيفاش كيتعامل السي الاستاذ هشام، كيفاش كيتعامل مع التلامذ ديالو في هذا الحوار، يعني يشرح كيفاش كيتعامل مع التلامذ، كيفاش كيوجه لهم الدروس، لان هو عنده خصوصيات ديالو اللي ما بغاش يقولها، لان كل واحد عنده لا فورميل باش يعني كيشتغل. ولكن سي هشام انا حنا كنحترمه لانه ما بغاش يفشي السر، غير هو قال شي حوايج اللي مقنعه صراحه، كيفاش كيلقي الدرس، كيفاش كيتعامل مع الطلبه، كيفاش كيعالج المشاكل، لانه هو ما كيديرش مثلا غير استاذ تعليم، كذلك بحال طبيب نفساني، لان النفسيه ديال الطالب كتكون وعر من الالقاء التعليم والدراسه. بقى لنا سؤال واحد اللي هو غنسولوه على الطموحات ديالو اللي هي من صغير وراه كبرات، وغادي يقول لنا اشنا هي مثلا الطموحات ديالو المستقبليه. طبيعة الحال بزاف ديال الاهداف كاينين، ولكن اللي قريب دابا هو خصني نكبر لو بروجي ديالي، وان شاء الله كنفكر يعني نتوسع، تكون عندي مراكز ان شاء الله خارج مدينه الدار البيضاء، يعني استجابه، لان بحقا بزاف الناس كيتواصلوا معايا في وسائل التواصل الاجتماعي وما كراش نرضي كاع الناس، متى نحاول زعما مستقبلا زعما نفوت كازا وناسس مراكز تكون كتحمل الاسم ديالنا. عندك شي حاجه اخرى كتشتغل فيها ولا هذا هو المصدر القوت ديالك سي هشام؟ بطبيعه الحال عندي انشطه اخرى، مشاريع اخرى خدام فيها هذيك بوحدها، ولكن زعما المصدر ديالي النشاط اللي مهتم به ذو اهميه كبرى هو المجال التعليم، وما عمرني نفرط فيه. كلمه اخيره للطلبه ديالك ربما يكونوا يتابعوا. كنبغي نقول للتلاميذ ديالي، اقسم بالله العلي العظيم، مهما تنغوت عليكم ومهما تنخاصم عليكم، راه المحبه ديالكم والمعزه ديالكم ما تعلم بها غير الله سبحانه وتعالى، وراكم عزاز، ما نقدرش نوصف المحبه ديالي ليكم، نتوما راس مالي وانتوما اللي كتشجعوني، وبكم نتوما انا كاين، ولا ما كنتوش ما غاديش نكون، والله يوفقكم.